بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة الـ يعني السيشن فور ماسكل سكليتال ايمجينج ان شاء الله هيبقى فيه اربع محاضرات. المحاضرة الاولى الاستاذ دكتور خالد المطراوي استاذ الاشعة طب الاسكندرية. المحاضرة الثانية هتبقى للدكتور احمد عبد الخالق استاذ الاشعة طب المنصورة. بعدين المحاضرة الثالثة أستاذ الدكتور حسام منصور أستاذ الأشعة في طب الزقازيق. والمحاضرة الأخيرة هتبقى للدكتور عمرو أستاذ العظام في طب الزقازيق. نتشرف بوجود الأساتذة الكلينيكال دايما معانا. إن شاء الله يبقى يوم مفيد للكل. هيبقى المحاضرة الأولانية للدكتور خالد عن الني يعني حاجات في الني ام ار، وبعدين المحاضرات الثلاثة اللي بعد كده هيبقى على الشولدر الترا ساوند وام ار والكلينيكال والارثروسكوب. نتمنى ان كل الناس اللي موجودين معانا يستفيدوا النهارده ان شاء الله، وشكرا لكم جميعا مقدما. دكتور خالد، تفضل يا دكتور خالد. عملتش انا عملتش سكرين. تمام كده، جاهزين كده أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا بشكر الأستاذ دكتور هشام الشيخ على الدعوة الكريمة لأن أنا أكون موجود معاكم النهاردة مرة تانية في المبادرة الجميلة لقسم الأشعة من طب بنها، ونتمنى إن شاء الله زي ما قلت المرة اللي فاتت إن إحنا كلنا نحاول نعمل نفس القصة. وأرحب بكل الأساتذة الزملاء الموجودين، وإن كنت طبعا أنا النهاردة هكون في موضوع مختلف شوية، لكن كلنا طبعا تحت عنوان الماسك سكيتال إيميجينج. الفكره في التوب بتاعي انها حاجه يعني محدده شويه في نقط معينه، ان احنا بنشوف حاجات كتير يوميا من الديلي براكتس بتاعنا في الام ار اي اوف ذا ني او الاكزامينشن اوف ذا ني، راديولوجيكال اكزامينشن اوف ذا ني عاده، ولكن في بعض النقاط اللي ما بتظهرش كتير قدامنا. ف في الصديق العزيز الاستاذ الدكتور عبد العزيز النقيدي استاذ الاشعه في طب اسكندريه كانت دي فكرته، ان احنا نجمع بعض الحاجات اللي مش بنشوفها بفريكونسي عالي قوي في الاكزامينشن اوف ذا ني كراديولوجيكال يعني، وحطيناها في بيبر ونشرناها في 2014. فاحنا هتبقى مجرد ان احنا كاننا نتصفح بعض النقاط اللي هي لو مش في بالنا واحنا بنكزامن الني ممكن تفلت مننا. دايما بحب ابدا المحاضرات بتاعتي ان انا ااكد على ان احنا بنكزامن السايد اللي البيشنت بيشتكي منه. دايما في كل محاضراتي بقول القصه دي، لان احنا ساعات كتير طبعا في شغلنا احنا دايما بنتعامل مع الرايت والليفت. كتير الجراح ممكن بعد ما بيشوف البيشنت يكتب عكس اللي كان موجود، او الفني يعكس، او انا وانا بكتب الريبورت اعكس تاني. فلازم كلنا نتاكد ان احنا بنبص. الموضوع ده قد يبدو تافه هي لكنه مهم جدا، وفي اخطاء كتير قوي بتحصل فيه. الديتيلد هيستوري مهم جدا، ان احنا بنقسم البيشنت بتاعتنا انتو تو بيج كاتيجوريز اكوردنج للتروما، تروما ونان تروما. ودايما بننبه على الشباب الصغير عندنا ان احنا التروما مش لازم تكون واقع من ارتفاع او عربيه خبطاه، لا ده مجرد ان هو جاست الماينور تروماز ممكن
تفرق معنا في تشخيص الحالة. Where to look for what you are looking for. الجملة دي مهمة جدا ان احنا عندنا خصوصا في الـ MRI. دي طبعا معروف طبعا ان احنا عندنا في بون ويندو سوفتش ويندو، ولكن الـ MRI عندنا موديل حاجات كتيرة T1 و T2 T1 fat و T2 fat PD و PD fat والستير والسبير، يعني اقصد سيكونس كتيرة جدا جدا لازم نعرف احنا انهي structure بنبص عليه في اي نوع سيكونس وفي which orientation. في الـ MRI النصيحة you have to examine اي structure بتبص عليه in at least two perpendicular planes. لو عندك التالت بص عليه طبعا، عشان كل ما تبقى بتشوف الباثولوجي اكتر من orientation بتبقى confident اكتر وانت بتشخص الحاجة. Finally noted the key. مهم جدا ان يكون عندك approach او algorithm شغال عليه في كل الحالات اللي بتبص عليها، ده بيقلل جدا 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 نسبة الميسنج في الريبورت. بنبدأ بأول حاجة عندنا النقطة برضو بنحتاج ان انا اقولها قبل ما نبدأ كل الحاجات اللي هقولها لكم، ان احنا اللي احنا بنشوفه ده يا جماعة احنا بنشوفه راديولوجيكال، لازم يكون في كلينيكال كورليشن. في حالات كتير جدا جدا مش قليل، ده حالات عدد كبير من الحالات بنلاقي فيهم الباثولوجي ده موجود قدامنا راديولوجيكال، ولكن لما بننبه الجراح او الفيزيوثيرابي او الناس اللي بنتعامل معاهم نلاقي البيشنت مش بيشتكي من الجزء ده، فده يبقى ساعتها ما بقالوش كلينيكال سيجنيفيكانس، ولكن وي هاف نوتيفاي النقطه دي راديولوجيكال. الفابيلا اذا فاريانت بنشوفه في حالات كتير جدا جدا، الفابيلا فوكال اوسيفيكيشن عند اللاترال هيد جاستروكليمس اند انسيرشن ناحيه البوستيريور اسبيكت بتاعت اللاترال فيمورال كوندايل، بنشوفه في حالات كتير طبعا في الاكس راي وبنشوفه هنا كمان في الام ار اي. في بعض الحالات الفابيلا زي ما حضراتكم شايفين هنا كده بتعمل مارو اديما في البوستيريور اسبيكت اوف ذا لاترال فيمورال كوندايل، وتبتدي تاثر في الكارتليج زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، شايفين مارو اديما الكورسبوندنج بتاع هنا، شايفين حضراتكم الجزء اللي في البوستيريور كارتليج هنا الكورسبوندنج ل الكورسبوندنج للجزء اللي فيه الفابيلا، والكارتليج هنا فيها مشكله صغيره كده. ده هيكون لو سيجنيفيكانس لو البيشنت بيشتكي من النقطه دي، ده كونتينوس فليكشن من الفابيلا ل الجزء ده. عندنا اكزامبل تاني للفابيلا شايفين حضراتكم هنا فيها فوكال اديما without any changes in the corresponding cartilage، ومفيش اي فراكشرز فيها، مفيهاش اي حاجه ستريس رياكشن، ولكن ده بيبقى ممكن يكون من الكونتينوس فريكشن نشوف فيها اديما. بتعمل ممكن تكون one of the causes عند البين في البوسترولاترال كورنر اوف ذا ني. حاجه تانيه مهمه بالنسبه للفابيلا بالنسبه لنا اللي هو البوست ارثروبلاستي، بنشوف حضراتكم ساعات هنا طبعا ده النورمال ني مع الفابيلا، لكن هنا بوست ارثروبلاستي شايفين الجزء بتاع الفابيلا مع الجزء المتبقي قصادها من البوستيريور لاترال فيمورال كوندايل بيبتدي يعمل اوستيوارثيتيك تشينجز، ودي كانت حاله ريبورتد انها اللي هو ده كان سبب البين اللي عند العيان بعد الارثروبلاستي. مهم جدا ان احنا كان في كلينيكال كورليشن بالنسبه للنقطه دي. البايبرتايت باتيلا برضو قلنا نورمال فاريانت، عندنا 3 تايبس من بايبرتايت باتيلا، تايب 1 الانفيريور، تايب 2 اللي هو اللاترال، تايب 3 اللي هو السوبرولاترال. دي البايبرتايت دي بنشوفها في حالات مش قليله يعني، ولكن في بعض الاوقات بنلاقي في عندنا فوكال مارو اديما اد سينكوندروز اللي موجود ما بين التو بارتس بتاعه البايبرتايت باتيلا. دي من الحالات بتاعتنا احنا بقى اللي احنا نشرناها في البيبر، زي ما حضراتكم شايفين هنا بايبرتايت باتيلا باينه في الاكزيال وفي الساجيتال وفي الكورونال واضحه جدا. بقى هنا عندنا في شويه ايريجولاريتي موجوده هنا و سابكوندرال اديما الارتيكولر سيرفيس بتاعت السينكوندروس فيها فوكال مارو اديما. البيشنت ده كان انا شخصيا شفته كان ولد شاب صغير وكان جاي هو تقريبا كان بيلعب باسكت او اتذكر صح يعني، وكان جاي بيبوينت الحته اللي بتوجعه بالظبط، يحط صبعه على الجزء ده من الباتيلا ما كانش فيه اي حاجه ثانيه في ركبته بتوجعه، فده ليها كلينيكال كورسبوندنج بيكتشر. ولكن لو احنا شفنا حاجه زي كده وما عندوش، انا بكرر الجمله دي مهمه جدا، يعني مش كل الحاجات اللي احنا بنكتبها لازم يكون ليها كلينيكال سيجنيفيكانس. انذر كيس الناحيه الثانيه بقى باتيلا هي برضو
والساجيتال واضح خالص هنا، والمارو إديما باينه جدا في السوبرولاترال اسبي بتاعت الباتيلا، وهنا زومين شويه على الساجيتال باين ان في الإديما، وبدات شويه بيحصل كمان شويه سيستيك تشينجز صغيره خالص في الباتيلا. ده يعني سريعا كده نقول الانتيريور ني فات بادز. عندنا هنا طبعا الهوفز باد اوف فات موجود هنا، سوبرولاترال باد اوف فات، والبري فيمورال باد اوف فات، كلهم بيبقوا انتيريور لي حوالين ريليتد للباتيلا والانتيريور فيمور. في عندنا سندروم مهم قوي دايما، عندنا الكوادريسبس فات باد امبينجمنت سندروم. بنشوف زي حضراتكم هنا نلاقي ان السوبرولاترال باتيلا الفات اسف بيحصل فيه بروميننس، يبتدي يبقى سوالين، يبتدي يبقى ايديمتس ان كومباريزن تو الاذر باد اوف فاتس الموجوده، ويبتدي ياثر على الكوادريسبس تندون. شايفين حضراتكم هنا ده مش ده النورمال اللي احنا شفناه اللي بنشوفه في كل الحالات، تلاقي الباد اوف فات هنا بقى سوالين، بقى بروميننت، وبقى في تشينجز واضحه جدا في السيجنال بتاعته، ويبتدي يمبنج الكوادريسبس تندون ان هو immediately انتاكتلي. شايفين كمان في التي 1 باين خالص ان في السيجنال بتاعت الفات هنا مختلفه عن النورمال فات. دي حاله تانية بقى كان فيها بدات القصه يعني تتقدم وفيها بروجريشن اكتر شويه، وبقى في سيستيك تشينجز في السوبيريور بول اوف ذا باتيلا كمان. دي كانت حاله اكتر شويه، ودي الحاله اللي كان فيها كلينيكال امبنجمنت يعني كلينيكال سيجنيفيكانس. يعني عشان الحاله دي انا رجعت تاني الحاله اللي قبلها دي، انا كتبت الريبورت ده ومع الجراح بقى كنت مهتم ان انا اعرف ده ما كانش بيشتكي من الجهه هنا خالص، لكن ده لا، ده كان بيشتكي من انتيريور ني بين. ده كان احد يعني ممكن الحاجات دي كلها تتجمع برده ويتعامل بيها محاضره او يتعامل بيها بيبر عن الكوزس انتيريور ني بين، دي قصه لوحدها. انذر باد اوف فات موجود اللي هو الهوفس باد اوف فات، السوبرولاترال اسبكت بتاعه ساعات بيحصل فيه ايديمتس تشينجز، ويبقى برضه سام سورت اوف امبنجمنت مع في الهوفس باد اوف فات. وغالبا الحالات دي يا جماعه بتبقى موجوده مع حالات الباتيلر مال تراكنج. طبعا الباتيلر مال تراكنج ده عنوان كبير جدا ممكن نتكلم عنه لوحده، ومن ضمن الحاجات الكومن قوي معاه ان احنا نلاقي الإديمة اللي موجوده في السوبيريور ولاترال اسبكت اوف هوفس باد اوف فات. زي ما حضراتكم دي زومنج على الصوره دهيت، واضح خالص ان بيبقى في إديمة عند السوبيريور لاترال اسبكت اوف هوفس باد اوف فات. وغالبا دي في بعض الليتريتشر بتسميها الاسم الطويل قوي ده اللي هو باتيلر تندون لاترال فيمورال كوندايل فريكشن. يعني اقصد الاثنين سيم سيم، هما بس دايما بيبقى زي ما حضراتكم شايفين بقى هنا الباتيلا ده جزء اخر جزء منها فيها شويه لاترال سبلكسيشن. هنا طبعا واضح خالص ان عندنا هنا في باتيلا التا، واضح جدا ان في إديمة هنا في السوبيريور لاترال اسبكت. وطبعا لو معانا الصوره بتاعت الباتيلا الاكزيال هتلاقي فيها بدا يحصل كوندروماليشيك تشينجز في الباتيلا، كل دول مع الانتيتي الكبير اللي هو الباتيلر مال تراكنج. وان شاء الله لو في فرصه مره ثانيه ان شاء الله ممكن نتكلم عن النقطه دي، في قياسات كتير قوي مهمه بالنسبه للزملاء الجراحين في جراحه العظام بيهتموا بيها جدا، اذا كانت الحاله اللي هي الترانزيان باتيلا ديسلوكيشن ولا بوست تروماتيك. دي كانت حاله موجوده معانا، ولانها كان سبب فيها بين فاحنا حطيناها، بس دايما في ساعات بنشوفها بس الحاله دي طبعا الفريكونسي بتاعها مش عالي قوي. البروكسيمال تيبيو فيبولار سينستوزيس، البروكسيمال تيبيو فيبولار ارتكيليشن كان في الحاله دهيت فيها طبعا عملنا لها كومبلمنتري سي تي كانت جايه للام ار، وشفنا الصوره دي وكان البيشنت بيشتكي من بين عند حركه الانترنال واكسترنال روتيشن بتاع ركبته، وكان البين كله مع الجزء البوستيريور واللاترال بالنسبه لركبته. كلنا بنشوف طبعا المينيسكال اوستكل، و المينيسكال اوستكل باي اتسلف اتس نوت بينفول طبعا، لكنها دايما بتبقى اسوشيتد مع ديجنريتيف تشينجز، وموست كومن تايب اوف تير بتبقى موجوده معاه هو المينيسكال روت انجري. زي ما حضراتكم شايفين هنا طبعا في انجري في البوستير هورن ميديال منسكس، ومعاه الاوسكل واضح قدامنا خالص. طبعا مش هو ده اللي بيعمل بين للبيشنت، دايما مع التشينجز اللي موجوده دهيت بيحصل ديجنريتيف تشينجز في الارتيكولار كارتج، وهو ده بيكون سبب البين. دي بيبر من 2014
كانوا بيتابعوا البيشنت دوت يعني، فلقوا ان المنسكل اسكل بتزيد في الحجم كمان يعني. دي من الحاجات اللي برضو لاحظوها، ان المنسكل اسكل بتزيد في الحجم، وطبعا واضح تماما ان ممكن نلاقي ان الكارت اللي شايفين حضراتكم هنا الجزء ده لو حصل بين في الاريا دي يبقى موستلي من الارتيكولر كارتليج. اكزامبل تاني هنا للمنسكل اسكل باينه خالص. اهتميت ان انا اجيب التايتل ده الاليوتيبيال باند فريكشن سندروم. دايما البيشنت ده بيبقى جاي والسسبشن فيه ان هو عنده لاترال منسكال انجري. مهم جدا ان احنا لو الموضوع ده مش في بالنا ممكن يعني يفلت واحنا بنبص على الام ار اي. بيبقى الاليوتيبيال باند النورمال فات اللي المفروض يكون شايفينه ما بينه وما بين الاوتر سيرفيس بتاع اللاترال فيمورال كوندايل بيبقى لوست ريبليسد ب فلويد سيجنال، وبيبقى فيري بينفول. وعند اللاترال اسبكت وش كتير جدا جدا بيجي لنا ان في يعني شيء مشاكين في اللاترال منسكس، او لو حد برضه شويه كده يقول لك ده لاترال فيبر او فيبولار كولاترال ليجمنت. لكن طبعا المفروض الاليوتيبيال باند الاناتومي بتاعه غير الفيبولار كولاترال ليجمنت. فطبعا مهم جدا ان احنا الانتيتي ده يبقى دايما في بالنا عشان ما ننساهوش. البيبر دي بقى كبيره جدا جدا، قصه الاكسسوري ماسلز، وفي اكسسوري ماسلز في كل حته في الجسم. لو احنا طبعا دي يعني من الحاجات الصعبه جدا 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 في الماسكوسكيتال ايميجنج، ان مشكله الاكسسوري ماسل انها بتبقى نورمال سيجنال وغالبا ما بتبقاش كبيره، فممكن تبقى اوفرلوكت لانها يعني لو انت مش اوير بيها برضه بتبقى مشكله. دايما الحالات اللي هي الانكومن دي بتبقى مشكلتها لو انت مش في بالك ممكن ما تشوفهاش خالص. عندنا معروف طبعا كاناتوميكال البوستيريور كومبارتمنت بتاعت الني، في عندنا الميديال هيد جاستروكنيميس واللاترال هيد جاستروكنيميس والبلانتاريس قدامهم، ونلاقي ماسل زياده موجوده ما بين التو هيدز اوف جاستروكنيميس ماسل. هنا في الكورونال ادي الميديال وادي اللاترال، وفي ماسل ثالثه موجوده بيسموها اكسسوري ثيرد هيد جاستروكنيميس، بيسموها ساعات ثيرد وساعات بيسموها اكسسوري لوحدها. بتبان هنا مهم قوي بقى الساجيتال، تلاقي في مصل ورا هنا مش المفروض انها تكون موجوده قدام البوبليتال فيسز، وهي دي مشكلتنا بقى في الحاله دي. احنا عندنا هنا شايفين هنا ده البوبليتال فيسز، والمصل هنا دايما بتبقى معديه طالعه من عند اللاترال هيد جاستروكلينيس وتروح تانسرت لوحدها خالص كده في الدورسال اسبكت او الدورسال سيرفيس اوف ذا ديستال فيمورال شافت. تاني جايبين حضراتكم بتبقى ساعات بتبقى صغيره جدا، الحاجات دي كلها بتاعتي انا، لكن الاونيه دي كان اناتومي ده كان من السورس دات سورس موقع بتاع دات سورس، لكن هنا الحاله دي كانت يعني مصر صغيره جدا. لو حضراتكم شايفين الحاله دي يعني كان فيها مشكلتها ان هو فعلا عندها يعني بين عند الكالف بتاعها بقى، وهو ده النقطه اللي احنا بنوتيفاي هنا ان 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 انا شفت حالات كتير جدا بقى لما بدات اخد بالي من المصر دي بشوفها فريكونسي مش قليل ان احنا نلاقي ثيرد هيد جاستروكريميس، وبشوفهم في عيانين معظمهم ما عندهمش سيمتومز، لان السيمتومز هنا هتبقى عباره عن اللي هي بيسموها بوبليتال ارتري انترابمنت سيندروم. This is one of the rare causes of this entity اللي هو البوبليتال ارتري انترابمنت سيندروم. فالمصل هنا اول ما العيان يبتدي يحرك رجليه يبتدي يشد على البوبليتال ارتري، اول ما يفرد رجليه خلاص ما فيش حاجه. عشان كده لو عملت له سي تي انجيو هتلاقي البوبليتال ارتي كويس، لو عملت له دوبلر عادي هتلاقي البوبليتال ارتي ما فيهوش مشكله، ولكن دايما مع حركه رجليه تلاقي في حاجه صغيره مصر صغيره كده. وطبعا يعني الناس بقى اللي بتشتغل سونار ماسك سكيتال كتير او بتشتغل سونار دوبلر كمان مهم جدا ان هو يبقى عارف القصه دي عشان خاطر العين بيحترم فيه، ولكن طبعا اتس نوت كومن كوز. انا بقول لحضرتك شفت حالات كتير من الثيرد هيد جاستروكريمياس والعيان بيبقى مش سيمتوماتيك. طبعا زي ما قلنا كده اسكندريه هي حضرتك مستنيكم كلكم ان شاء الله تشرفونا وتنورونا. فاينلي احنا قلنا وير تو لوك فور وات يو ار لوكينج فور، مهم جدا ان احنا نعرف بنبص على الاكزيال ولا بنبص على الساجيتال ولا الكورونا في الحالات اللي احنا بنبص عليها تي 1 ولا تي 2 ولا في اي حاجه من الفات سات. مهم قوي ان احنا نعرف ويتش سيكونس والكي تشيك ليست اللي احنا قلنا عليها. لو احنا مش بنحط النقط دي في بالنا ممكن نفتقد منها حاجات كتير. طبعا النقط اللي انا قلتها دي كلها بكرر تاني، لو ما لهاش كلينيكال كورسبوندنج بيكتشر تبقى فايندنج موجود راديولوجيكال ولكنها غير مؤثره،
where the eye cannot see what the mind does not know. وطبعا احنا بنرحب بدكتور عمرو، يعني انا احب جدا يكون معانا دايما، يعني الجانب الكلينيكال دايما بيثري اللقاء. طبعا انا طبعا بتكلم عن النهارده مجموعه الاساتذه الكبار اللي ورايا هيكلموا كلهم عن الشولدر، لكن احنا طبعا كراديولوجيست بنرحب بيه وبنرحب وبشكر مره ثانيه دكتور هشام على الفرصه الجميله ان انا اكون موجود معاكم النهارده، وان شاء الله ما تكونش اخر فرصه باذن الله. شكرا. شكرا جزيلا دكتور خالد على المحاضرة طبعا القيمة جدا، ومهم قوي ان احنا ناخد بالنا من الرير، الحاجات اللي هي ما بنقولش عليها رير، بس هي طبعا حاجات انكومن، بس يعني زي ما الدكتور خالد تفضل وقال لما بنبقى احنا عارفين الحاجات دي في ذهننا، لان احنا طبعا الناس كلها متعودة في النيه ان هي تشوف الليجامنتس والمينسكاي والبونز وال يعني الحاجات الانكومن دي بتفسر حاجات كتير جدا طبعا عند العيان. نشكر جدا دكتور خالد ان هو بيتطرق للحاجات اللي زي كده، يعني دي حاجة مهمة جدا في الأشعة، وإلا محدش هياخد باله من الكلام ده. عشان انت تشخص حاجة لازم الحاجة دي تكون في ذهنك، لو انت مش حاططها في دماغك او في الديفرنشال دياجنوز ان انت بتدور على حاجة معينة، مش 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 هن مش هنقدر نوصل لتشخيص في الكلام ده خالص يعني. شكرا جزيلا دكتور خالد بيه. المحاضرة الثانية، بس أنا عايز أسأل سؤال، بايبر تايت باتيلا دكتور خالد، how to differentiate from فراكشر باتيلا؟ هو حضرتك دايما السينكوندروزز او الارتيكولار سيرفيس ما بين التو بارتس لما بيبقى فيري ويل كورتيكيتد بيبقى باين جدا ان دي البايبر تايت، ولكن الفراكشر باتيلا بتبقى طبعا الايدجز بتاعت الفراكشر بتبقى شارب وتبقى ما فيهاش اللي هو الفيري ويل كورتيكيتد اريا ديت، وغالبا طبعا بيبقى معاها هيستوري اوف تروما، ولكن البايبر تايت بتبقى انسيدنتال فايندنج دايما بنشوفها معاها. اصل حضرتك في حاله يعني حضرتك الصور بتاعتها كان في ديما ات بوث سايد اوف ذا ارتكيليتنج بونز اوف بايبر تايت باتيلا، فمضيعه التفاصيل بتاعه ان احنا نقدر تو جادج ان ده فراكشر لاين ولا ده يعني باينه، كانت باينه اكتر في الـ في الـ في الـ في الفاسات، بس انا مش عارف يعني هل في الاذر سيكونسز يعني نقدر ولا احنا هو حضرتك معاك حق، معاك حق طبعا ان الصوره اللي انا عارضها، بس انا موريها عشان ابين فكره ان الإديمة في الناحيتين دهيت بتبين ان دي ممكن تكون سيمتوماتيك بايبرتايت باتيلا، ولكن حضرتك لما تبص على كل السيكونس زي ما حضرتك قلت حالا دلوقتي هتبص عليها كلها، ولو معاها اكس سمبل اكس راي طبعا، ان احنا قلنا المره اللي فاتت مفيش اكزامينشن من غير اكس راي، هتلاقي الامور معاك واضحه جدا، وطبعا الهيستوري والكلينيكال العيان ده مش مخبوط نهائيا. والبايبرتايت بتبقى يعني الفراكشر يعني سنوت يعني هيبقى صعب قوي ان هو يجي في الحته دي بالذات يعني. وفي عندك حضرتك على فكره في عندك طبعا ترايبرتايت باتيلا كمان بيبقى فيها نفس المشكله، عندي حاله او حالتين الترايبرتايت كمان كانت واحده منهم فيها السب كوندل إديمة دهيت موجوده، ودايما بتيجي في سن صغير يعني الاولاد اللي هم 15 16 18 سنه وبيجروا كتير ويلعبوا كتير دايما بتحصل عندهم هي مشكله في القصه دي، لكن البايبرتايت باتيلا باي اتسيلف اتس يعني ان انوسنت فايندنج ما فيهوش اي مشكله خالص. شكرا جزيلا دكتور خالد. دكتور احمد عبد الخالق، اتفضل يا دكتور احمد. اتفضل.